بسم الله، اهلا بكم في قناه الخلاصه الطب كونكلوجن. معكم دكتور حسين عبد العليم، اخصائي البطنه. النهارده بنتكلم عن موضوع الجديد في جدري القرود، جدري النسناس، سواء جدري القرود او جدري النسناس، مانكي بوكس. سببه فيروس اسمه مانكي بوكس فيروس. العدوى بتيجي منين؟ انتشر من فترة كتيرة، يعني بدأ يمكن سنة أول ما طلع خالص أول مرة سنة 1958، وكان في نيجيريا وفي جمهورية الكونغو في أواسط أفريقيا طلع فيها. بيرتفع خطر الوفاة من جدري القرود المصابين بالفيروس إلى نسبة 10%، وأول مرة ظهر زي ما قلنا سنة 58 في وسط وغرب أفريقيا، وكان يمكن في جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة 2003. بدأ من متجر لبيع الحيوانات الأليفة اللي هي بتبيع القوارض المستوردة. العدوى بتحصل من التعرض لحيوان مصاب، إفرازات أو السوائل بتاعة حيوان مصاب، أو لإنسان مصاب أو ممكن يتعدى منه عن طريق جهاز تنفسي أو عن طريق التماس أو استعمال الأدوات الشخصية بتاع المريض نفسه، برضو عن طريق لو حصل عض أو خدش من الحيوان المصاب وحصل تلوث للمكان لجرح مثلا أصيب به للإنسان المصاب أو للحيوان نفسه. الأعراض بتاعته إيه؟ بيبدأ بإيه؟ الإنسان بيبدأ بشعور بحمى، ألم وصداع شديد في الرأس، بيجي بعده ألام في المفاصل في العضلات، ويحصل تورم في الغدد الليمفاوية، وبيحصل تعب، شعور بتعب وإرهاق ووهن عضلي. بعد كده بيحصل الطفح الجلدي بشكل بذور مكسوة بقشرة خارجية فيها عليها قشرة، وده بياخد وقت على ما يحصل المرض اللي هي فترة الحضانة، حوالي من وقت ظهور الأعراض للإصابة بالفيروس حوالي 10 أيام، والأعراض عادة ما بتستمر من أسبوعين لخمس أسابيع. بينتشر الجدري القرود أو جدري النسناس أو المانكي بوكس في الناس اللي بيصطادوا الحيوانات من القوارض، او بيصطادوا الحيوانات اللي هي في الادغال والحتت دي. واذا تعرض الانسان لعض او خدش من تلك الحيوانات، او لتعرض للسوائل او انتقال سوائل الجسم من الكائنات الملوثه او الكائنات اللي هي النافقه الميته يعني من خلال التواصل، او ممكن يحصل عدوى من خلال زي ما قلنا مع شخص مصاب عن قرب، لو احنا نمنا معاه في نفس غرفه نوم او استعملنا ادواته الشخصيه ممكن يحصل العدوى. طب بنشخصه ازاي؟ جدري القرود عن طريق فحص الحمض النووي البي سي ار زي كورونا وكده، بس عن طريق المنطقه اللي هي متعرضه للجرح ناخد عينه منها، وممكن تكون نتائجه مشابهه لجدري الميه البوكس السمول بوكس العاديه، عشان كده مفيش فيروس، مفيش اصلي مصل ولقاح له، لكن لقاح جدري القرود هو نفس اللقاح بتاع بيستخدمه لقاح الجدري العادي. قالوا ان هو اعتقدوا ان لقاح جدري العادي بيمنع العدوى، وبرضه بيستخدموا مركب اللي هو سيدوفوفير ده انتي فيروس كعلاج للفيروس، قالوا ممكن يجيب نتائج برضه كويسه. زي ما قلنا طبعا نسبه الوفاه 10%، اول مره اكتشف في سنه 58، وفي سنة 70 وجد في الكونغو الديمقراطية، وبرضو في 2003 انتشر الفيروس في أمريكا عن نتيجة من متجر للبيع القوارض أو الحيوانات الأليفة المستوردة. تمام؟ زي ما قلنا أهم حاجة في جدري القرود أو أي فيروس عموما عشان نمنعه ونمنع العدوى، نفس الوسائل الوقاية، ماسك، التباعد، عدم الاقتراب من اي شخص مصاب، البعد والتلقيح. وقلنا الشخص اللي هو مصاب ممكن ياخد اللقاح بعد ممكن 15 او 14 يوم من العدوى، ممكن عادي ما فيش مشكله، لان طبعا التطعيم ضد الجدري بيوفر حمايه ضد العدوى باعتبارها فيروسات وثيقه نفس النوع، يعني الجدري العادي نفس الجدري السمول بوكس تشيكن بوكس الحاجات التانيه دي، لكن هو لقاح الجدري يعني بيمنع الإصابة وبيقلل الإصابة من جدري القرود، لأن هو بيعتبروه جدري عادي، بس نفس الأعراض، نفس البقع والحويصلات اللي بتجمع وبيحصل فيها سائل وممكن يعدي الناس بعد كده.
طيب هل في لقاح؟ ما فيش، لا يوجد علاج آمن ومثبت لجدر القولون، لكن يمكن تلقيح الأشخاص المصابين بعد 14 يوم من التعرض للمرض، قلنا بلقاح الجدر العادي أو المونكي بوكس فيروس فاكسين. يعني تقريبا كده لمينا كل حاجة فيه. طبعا تاريخ العدوى بقى، انتشرت العدوى جدر القولون في أسبانيا في سنة 2022 اللي احنا فيها دلوقتي، وسجلت حوالي 80 إصابة مؤكدة و11 حالة في بريطانيا و50 حالة أخرى في زي ما بيقولوا إن هي قيد الفحص لسه. وحصل إن انتشر حوالي تقريبا في 11 دولة، وطبعا السلطات الأسبانية لقوا إن انتشر في حفلات المثليين، أعوذ بالله من المثليين ومن هذا المرض الخبيث. يعني السلطات رجحت ان ممكن ان يكون الحفلات فخر المثليين اللي تمت في جزر الكناريا اللي شارك فيها حوالي 80 ألف شخص ممكن تكون هي بؤرة أخرى لعدوى بجدر القولون. ومنظمة الصحة العالمية قالت ان هو لا يوجد لقاح الجدري متوفر، رغم ان التطعيم السابق ضد الجدري أثبت نجاحه، يعني نجاحات عالية في الوقاية من جدري القولون. بدا احنا لمينا جدر القولون، عرفنا ان هو بيجي من اسمه جدري النسناس او جدر القولون او مونكي بوكس فيروس، وبيبدا العدوى زي ما قلنا الشعور بحمى والام وصداع في الراس والام في العضلات، وبيحصل تورم في الغدد الليمفاويه وشعور بالتعب والوهن والارهاق، وبعد كده بيحصل الطفح الجلدي على شكل بثور مكسوه بقشره خارجيه عليها، بياخد وقت من التعرض للفيروس بثور الاعراض اللي هي فتره الحضانه حوالي 10 ايام، وعادة ما تستمر الأعراض أكثر من أسبوعين، من أسبوعين إلى خمسة أسابيع. قلنا بينتشر من عن طريق الناس اللي بتصطاد في حيوانات الأدغال، أو ممكن ينتشر لو إنسان تعرض لعض أو خدش من هذا الحيوان المصاب، وممكن عن طريق سوائل الجسم الكائنات الملوثة أو النافقة، أو من خلال التواصل مع شخص مصاب. لو إحنا قعدنا معاه في نفس غرفة النوم أو استعملنا أدوات الشخصية ممكن يحصل عدوى، وممكن يحصل عن طريق برضو الجهاز التنفسي والتلامس السوائل او الافرازات بتاعه الشخص المصاب. يعني هو طبعا الفحص الحمض النووي البي سي ار هو الوحيد اللي بناخد من المنطقه المتعرضه للجرح اللي حصل فيها الجرح او التلوث او التخثر، بناخد منها عينه ونعمل لها مسحه، بيحصل بنعمل فيها بي سي ار عن طريق الحمض النووي بيشخص الحاله اذا كان فيه جدر قولون او ما فيش. هو مشابهه لمرض جدري الماء زي ما قلنا، وقالوا ان لقاح الجدري بيمنع العدوى، وقالوا ان في المركب سيلو في فير اللي هو انتي فيروس كعلاج الفيروس برضو مؤثر وبيجيب نتائج كويسه. خطر الوفاه في جدري القولون قلنا انه بينتفع نسبه 10%. اول مره اكتشف في وسط وغرب افريقيا سنه 1958، وفي سنه 70 في جمهوريه الكونغو، وفي سنه 2003 في جمهوريه الكونغو 2003، وفي امريكا 2003 سوري. أول مرة كان في وسط وغرب أفريقيا سنة 1958، أول مرة في جمهورية الكونغو كان سنة 70، أول مرة في أمريكا كان سنة 2003، وبدأ طبعا من متجر كان بيبيع القوارض دي، لكن ظهر في أسبانيا حوالي السنة دي 2022 في مايو 2022، وقالوا حوالي 80 إصابة مؤكدة و11 حالة في بريطانيا و50 حالة أخرى تحت الفحص. يعني انتشر في 11 دولة. السلطات الأسبانية ما ظهر أول مرة في أسبانيا سنة 2022 نفس السنة احنا فيها، رجحوا أنه ممكن يكون في بسبب حفلات المثليين اللي كانت في جزر الكناريا اللي شارك فيها حوالي 80 ألف شخص، أن هي ممكن تكون بؤرة لعدوى بجدري القولون والعياذ بالله. والصحة منظمة الصحة العالمية قالت أنه لا يوجد لقاح لجدر القولون، لكن بيستخدموا التطعيم السابق اللي هو جدري الماء بتاع البوكس العادية أو سمول بوكس او التشيكن بوكس، هو مونكي بوكس. ده كل المعلومات عن المونكي بوكس والمونكي بوكس فيروس وطرق العدوى وطرق الوقايه. برضو من ضمن طرق الوقايه احنا لازم نقولها ان احنا نرفع المناعه، لازم ناخد فيتامين سي من الطبيعه. افضل مصادر فيتامين سي زي ما قلنا قبل كده في كذا فيديو، مصادر فيتامين سي الخضروات الورقيه، الفلفل الحلو، المية بليمون بدون سكر، وأيضا المخلل المنفوف أو مخمرات اللي هي بنسميها الخضروات المخمرة، وأفضلهم
المخلل المنفوف، طبق مخلل ملفوف كبير كده معمول في البيت طبعا عشان ما تعرضش الحراره، في حوالي ممكن 700 مللي جرام فيتامين سي. اذا ناخد فيتامين سي، برضو ناخد معادن متعدده فيها زنك وكالسيوم وبوتاسيوم ومعادن متعدده ونحاس، لان ما ينفعش ناخد الزنك لوحده، واهم حاجه في المناعه فيتامين د الموجود في الشحوم والدهون حق البقر والغنم، لحمه سمينه، سمنه زبده، قشطه، زيت زيتون، شوربه عظم البقر، شوربه الكوارع، البيض وصفار البيض وسمك السلمون والاسماك الدهنيه، كل دي فيتامين د. اذا خدنا ظبطنا فيتامين د والمعادن المتعدده والزنك وفيتامين سي وعشنا حياه صحيه ولعبنا رياضه ونمنا نوم كويس ومعدعنا عن التوتر والقلق، ابتعدنا عن التوتر والقلق، هيبقى في حياه سعيده، وتعرض للشمس هيبقى طبعا مناعه قويه ومش هيجي ناحيتنا خالص ولا جدر القرود ولا اي جدري ولا كورونا ولا اي حاجه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.